هذه الام كل ما اذن المؤذن راحت لولدها صلي يا ولدي وصلي يا ولدي، وهذا الولد لا يستجيب لامر الله ولا الامه. كل ما اذن وقعد تصلي صك الباب، قفل الباب، جلس في غرفته، نام عن الصلاه ولا يصلي اذا صحى وغير ذلك. مرت الايام يا شباب وجاء ملك الموت ولا استاذن، اقسم بجلال الله راح يمر علي ويمر عليك. ملك الموت يجيني ويجيك. سؤال يا شباب المهم، على ماذا اموت انا وانت؟ نموت وربي راضي علينا ولا نموت وربي غضبان علينا؟ بعض الشباب يحس بالموت يجيب حادث، ينتظر لين يجي حادث ولا يجي مرض سرطان ويتنوم شهرين في المستشفى. لا حبيبي، والله يجيك فجأة، والله تتغدى مع خويك في الظهر يجيك خبرك بعد العصر خبره انه مات فجأة. قبل شهرين يا شباب يتصل علي الوالد، سلام عبد الرحمن وينك؟ قلت انا في المكان الفلاني. قال تعال حضر عندي عند بيت عمك. عسى خير يا ابوي؟ قال عمك نام وما قام، نام ما قام. اقسم بالله شفت يدين ذيه، هي اللي غسلته، هي اللي كفنته، وانا اللي دخلته القبر. نام ما قام، والله العظيم تنام اخاف ما تقوم يا من ترك صلاتك وضيعت صلاتك. قال ملك الموت فجأة على هذا الشاب، قبض الله روحه، بكيت امه، حزنت امه، عارف انه يدها ما يصلي ثلاث سنوات. تصدق هذه الام المكلومه الضعيفه الحزينه على ولدها اللي كانت خايفه على ولدها من النار في الدنيا، كانت تامر بصلاه وما كان يصلي ثلاث سنوات ويتصدق على ولدها. لين جاء ليله من الليالي نامت هذه الام، وجاء ولدها يمشي عند امه في المنام، وقف عند راس امه وقال لامه: يا امي لا تصدقين عني، يا امي لا تصدقين عني، انا في النار، انا في النار، انا في النار. قامت الام مفجوعه تبكي خايفه، اتصلت هذه الام، بحثت عن رقم مفسر الرؤى، اتصلت على هذا المفسر وقالت رؤياها لهذا المفسر. أول سؤال سألها المفسر: يا أمي ولدك يصلي؟ قالت: والله ولدي كنت آمره بالصلاة وما يصلي. قال: إن صدقت رؤياك فولدك كما رأيتي في النار والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينه مش الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاه يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة حشر مع هامان وفرعون وقارون وأبي بن خلف.